نعم كريستين، حوالي 10 دقائق تفصلنا عن التجارب الحرة الثالثة، ونحن نترقب نتائج هذه التجارب وماذا ستحمل من أحداث ومن مفاجآت. سنتحدث عنها وعن توقعات بالتفصيل مع زميلنا خضر الراوي المتخصص برياضة المحركات. خضر، أهلا فيك معنا مجددا على شاشة سكاي نيوز عربية. بداية مع فريق مرسيدس الذي يملك أفضل سجل هنا في حلبة مرسياس، وطبعا هو يتطلب على الانطلاق من المركز الأول، ماذا تتوقع عن مرسيدس؟ صحيح، فريق مرسيدس هو الفريق الذي سيطر على التجارب التأهيلية منذ بداية حقبة المحركات الهجينة في 2014. منذ ذلك العام لم يتمكن أي فريق آخر من هزيمة الصانع الألماني، وهذا ما خوله أيضا الفوز بجميع السباقات منذ العام 2014. ولكن هذا الفريق يدخل هذا السباق بسائق واحد وهو لويس هاملتون، كون فالتيري بوتس حصل على عقوبة لتغيير المحرك بعد المشكلة التي طرأت على السيارة في سباق البرازيل، وبالتالي سينطلق من الصفوف الخلفية، وبالتالي هذا الفريق سيعول على جهود لويس هاملتون من أجل إحراز البول بوزيشن اليوم. نعم بالطبع، يعني نحن نعلم أن لويس هاملتون يحمل أكبر عدد من ألقاب أبو ظبي هنا تحديدا، فهل تتوقع أنه سيتمكن من إحراز اللقب مرة أخرى، أم أن فالتيري بوتس قد يشكل مفاجأة لزميله ويخطف اللقب؟ لويس هاملتون يملك 4 انتصارات في سجله هنا في أبو ظبي، ولكن التهديد لن يكون من بوتس، كون بوتس سينطلق من الصفوف الخلفية. على الأرجح التهديد الأكبر سيكون بين ثنائي فيراري سيباستيان فيتل وشارل لوكلير، على الرغم من أن الحصان الجامح لم يسبق له أن فاز على هذه الحلبة من قبل على الإطلاق. فيراري كانت قريبة للغاية من الفوز عدة مرات، ولكن الحظ لم يحالفها، وتحديدا في موسم 2010 عندما كان ألونسو ينافس على الفوز ولم يتمكن من تجاوز فيتالي بيتروف خلال اللفات الأخيرة من السباق. كما كان هناك أيضا تهديد آخر وهو من قبل ماكس فيرشتابن سائق فريق ريد بول، الذي يريد إحراز فوزه الثاني على التوالي هذا الموسم بعد فوزه بالجولة الأخيرة في إنترلاغوس. نعم، قلت لنا سابقا خضر أن فيراري تملك أفضل محرك في التجارب، أما مرسيدس فهي تملك أفضل محرك في السباق، فما هو الفارق؟ في التجارب التأهلية أنت بحاجة إلى محرك قوي كي تتمكني من تسجيل لفة سريعة، هذه اللفة ستخولك التأهل في قطب الانطلاق الأول. فيراري عندما بدأت حقبة المحركات الهجينة هذه القوانين في 2014، فيراري لم تكن لديها المحرك الأفضل، شاهدناها في موقف مخيب للأمال في 2014، وهذا ما أدى إلى مغادرة ألونسو لصفوفها والانتقال لمكلارن. بينما مرسيدس بدأت العمل على المحرك الهجين ليس منذ 2014، ولكن قبلها وتحديدا منذ العام 2011، قامت بتصميم أفضل هيكل سيارة، أفضل محرك، وباتت لديها الباكج أو الحزمة الأكثر تنافسية على شبكة الانطلاق. لهذا العام قامت فيراري بعدة تعديلات على المحرك، باتت بطارية المحرك الهجين أكثر كفاءة، وهذا ما يخولها القيام بلفة سريعة على مدار اللفة الواحدة. في السباق هذه السيارة لا تستطيع القيام بنفس التأدية، المحرك ليس بإمكانه أن يمنح فيراري نفس تأدية التجارب التأهلية على مدار 70 لفة أو 53 لفة حسب مدة السباق، ولهذا نرى دائما مرسيدس تكون لها الكلمة العليا في السباقات، كون لديها الأفضلية سواء لناحية السيارة، كونها تتمتع بداون فورس أو ارتكازية أكثر، سواء لناحية المحرك، سواء لناحية الاستراتيجيات أيضا. فيراري كانت قريبة من الفوز بعدة سباقات، ولكن الحظ لم يقف في صالحها، أخطاء الاستراتيجية، الحوادث، نذكر أيضا الحادث في سباق البرازيل، نذكر ما حدث في سباق روسيا عندما تواجدت فيراري مع لوكلير وفيتل في المركزين الأول والثاني، ولكنهما لم يصطدما، ولكن فيتل تعرض لمشكلة انسحب من السباق، وبالتالي دخلت الفيرتشوال سيفتي كار أو سيارة الأمان الافتراضية، وهذا ما خول مرسيدس عبر استراتيجية ناجحة الفوز بالسباق في سنغافورة. فيراري وضعت كامل جهدي على الاستراتيجية، ورأينا كيف بإمكان هذا الفريق تحقيق ثنائية رائعة. طبعا يعني سنرى ماذا ستحمل هذه التجارب من مفاجآت وماذا ينتظرنا في السباق. شكرا لك خضر. شكرا كريستين، يعني هذه هي التوقعات حتى الآن، وهكذا يعني رأينا كيف تصرفت الفرق قبل وماذا من المتوقع أن تتصرف، والآن نعود إليك.